راديو دبنجا يقدم الكنداكة. الكنداكة برنامج يعنى بقضايا المرأة والنوع الاجتماعي. مستمعوا ومستمعات راديو دبنجا الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الكنداكة، وهي امتداد لحلقة سابقة اتكلمنا فيها عن التحرش والاغتصاب، ووعدنا المستمعين أنه نواصل في الحلقة دي عشان نغطي الجانب النفسي والقانوني في الموضوع. أهلا ومرحبا بكم. مرحبا بكم من جديد مستمعي ومستمعات راديو دبنجة في الحلقة دي من كنداكة، وتكملة للحديث عن ظاهرة التحرش والاغتصاب، وزي ما وعدنا المستمعين حنواصل عشان ناخد الجانب القانوني في الموضوع. يسعدنا جدا نكون في معية الأستاذة المحامية نادية إبراهيم كالو. مرحبا بك على راديو دبنجة أستاذة نادية. عليكم السلام، مرحبا بكم المشاهدين أو المستمعين في راديو دبنجا. بالرجوع للمادة بتاعت الاغتصاب والتحرش، طبعا دي الجرائم الأكثر شيوعا أمكن أقول في السودان، وبدأت تظهر في الولاية هنا ولاية جنوب كردفان. عندنا في قانون الجنائي لسنة 1991 بيتكلم المادة 149 عن الاغتصاب. يعني هنا لما احنا نتكلم عن الاغتصاب بالنسبة للكبار مش للأطفال، لأنه قانون الطفل 2010 بيتكلم عن شنو؟ قوانين خاصة للطفل، لكن بنتكلم هنا عن البالغين. متى تعد الجريمة اغتصاب؟ تعد الجريمة اغتصاب من واقع شخصا زنا أو لواط دون رضاه. واقع شخص زنا أو لواط دون رضاه، دي طوال شنو؟ اغتصاب، جريمة اغتصاب. وبعض مرات بيكون في نوع من رضا، لكن لا يعتد برضتين إذا كان أنت ذو غوامة أو مسؤولية على شخص، يعني زي خالك مثلا يعتدي عليك ما قدرت تقول له لا، لكن شنو الرضا لا يعتد به لأن هي أصلا جريمة. طيب عندنا عقوبات برضو بالنسبة للاغتصاب، ده في ما يعرف أو في ما معنى الاغتصاب. طيب العقوبة بالنسبة للاغتصاب، عندنا العقوبة الأولى بالنسبة للاغتصاب 100 جلدة، 100 إذا ثبت في الفعل اللي احنا قلناه جلدة، أو السجن لمدة لا تتجاوز 10 سنوات. يعني عندها خيارات، يا كده يا كده، 100 جلدة أو السجن. بعد ذاك المسألة تقديرية بالنسبة شنو؟ لسلطة القاضي. ما لم يشكل تشكل الجريمة دي زنا أو لواط، يعني تكون الجريمة اثنين، انت اغتصبت الزول بغرض الزنا او اللواط، هنا تكون الجريمة اعدام. طبعا بعد ذاك فيها تفاسير كثيرة، وفيها بعد ذاك يعني وسائل بتاع اثباتات وبينات كثيرة، ده بالنسبة هنا لجريمة الاغتصاب. طيب نمشي للمادة 151. طبعا المادة ما ذكرت الفعل تحرش، لكن سماها الافعال الفاحشة. الأفعال الفاحشة يعني شنو؟ التعريف غير الاغتصاب، حاجة غير الزنا. يعني أي جريمة تسيء لشخص أو نعرفها، الفعل المخل هو الفعل المخل لدى شخص آخر بالحياة، ما زنا لكن مخل. يعني أنت ممكن أنا أي مرة كده تضربني في سبيل، تضربني بوراي، الفعل ده اسمه شنو؟ تحرش. أو تتكلم معي كلام مفاد شنو؟ مفاد الزنا، ده يدعى شنو؟ تحرش. طيب العقوبة بالنسبة للتحرش عكس الزنا، الزنا احنا طبعا انت هنا ما سألتيني من الزنا، لكن العقوبة بالنسبة للاغتصاب اللي اسمه التحرش الجلد بما لا يجاوز 40 جلدة. لو كان زنا كان حيكون شنو؟ 100 جلدة. دي هنا بالنسبة لشنو؟ التحرش. طيب احنا بعد ذاك هنمشي طوالي للجريمة، نفس الجرائم عند الأطفال. احنا أخذنا هنا بالنسبة شنو؟ للبالغين. لما نقول البالغين طبعا ما وصل عمره 18 سنة وفوق، ده البالغ الراشد في القانون اللي عنده المسؤولية الجرائية. بالنسبة للأطفال عندنا المادة 45 من ألف لحد دال اتكلمت عن جرائم الأطفال. الجرائم يعني ألف باختصار خطف الأطفال. لما نقول المادة 45 ألف طوال يطرى للذهن أي زول خطف الأطفال. نقول باء
جينا لجريمة الاغتصاب. يعني المادة 45 ب في قانون الطفل سنة 2010 يتكلم عن شنو؟ الاغتصاب. الاغتصاب طبعا حاجة معروفة، هو الإيلاك. هو الإيلاك طبعا ممكن تكون طفلة أنثى وممكن يكون شنو؟ طفل ذكر. ذكر. يعني الاغتصاب ممكن تغتصب رجل، ممكن تغتصب مرأة، لأنه أصلا هنا ما يعتد بالرضا، الطفل ما بيعرف. ما في رضا هنا، المسألة بتاعت الرضا قبيل عند الكبار، لكن هنا ما في رضا لأنه هو طفل دون هذه الأفعال. طيب نجي للجرائم، قلنا من ألف لحد دال. نجي للعقوبات، أنت طبعا سألتيني من الفعل ب، إذا تم أو ثبتت جريمة الاغتصاب حسب المادة 45 ب يعاقب بالسجن مدة 20 سنة. دي العقوبة المعروفة للاغتصاب. وهنا يعني المشرع بعكس البالغين، لو احنا لاحظنا قلنا جلد وسنتين وسنة وشنو، لا هنا 20 سنة وقد يصل للإعدام. ده كله شنو؟ محافظة للأطفال، لأنه الطفل قد لا يعلم الفعل ما يعمله، هو ذاته ما وصل السن القانونية لهذه الأعمال، يعني الأعضاء تكون صغيرة وكده. بعد ذلك في عقوبات تانية للأفعال ما دون المادة 45 ب. مرات الاغتصاب بيوصل للوفاة، يعني الطفل أو حتى البالغات ممكن يحصل لهم اغتصاب يوصل للموت، في الحالة دي العقوبة بتختلف؟ تختلف، عشان كده تتحول ل 130. قلت لكي يصل قد تصل العقوبة لشنو؟ للإعدام. لأنه قد يكون المغتصب ذاته مو واحد، قد يكونوا كتار. صحيح. والطفل ذاته ما في أطفال أعمار مميزة ودون التمييز وكده، يعني أنا باخذ دون التمييز 5 وإنت نازل، العضلة ذاته ما مكتملة. ممكن 13 ولا 14 يتحمل، لأنه ممكن العضلات قريبة لشنو؟ للبلوغ هنا يتحمل. يبقى إنه إذا أصلا التشديد بيجي من وين؟ من واقع الحال، إذا تمت الاغتصاب بطريقة مؤذية وأدى السبب إلى الوفاة ممكن يكون العقوبة تصل لدرجة الإعدام. طيب بالنسبة لإثبات الفعل ذاته، مرات في إجراءات خاصة بجانب صحي، بجانب الوقت ذاته، هل مشوا في وقت مناسب؟ فهل الحاجة دي برضو ممكن تأثر على سير القضية؟ نعم بتأثر كثير. طبعا هنا في الأفعال دي بالذات احنا بنتوقف على قرار الطبيب وكل الملابسات الموجودة بالجريمة. إذا حسي تمت الجريمة طبعا أكيد في اغتصاب، إذا كان بالنسبة في عذرية بيكون في دماء كده، إذا بالنسبة لزول كبير شوية ما في عذرية بيكون في سوائل منوية. حتى العملية لما إحنا نقول اغتصاب يعني تمت الإيلاج، يعني دخول الحشفة في الفرج، وإذا للمرأة دخول تماما بالأمام. إذا حتى تم غسيل نظافة ولا كده في الداخل، الآثار بتاعت الحيوانات بيكون شنو؟ موجودة. أما بالنسبة للفعل إذا تحرش ممكن يكون عملية سطحية، دي إساءة أو تحرش. بعد مرات ما بكون تم الفعل تماما، يعني يكون في تحرش وكده كده. بعد ده أخذ السائل المنوي وعينته مطابقة للذكر، ده برضو ضروري، وإلا يفسر الشكل صالح المتهم. الموضوع هنا شوية فيه محتاج كأنه وعي من أهل الضحية، إنه المفروض يكون في حاجات محددة عارفينها. طيب شنو الرسالة القانونية المفروض توصل للمجتمع منك في ظل ازدياد عدد حالات الاغتصاب بالنسبة للأطفال وللكبار؟ تمام، يعني أنا نصيحتي هنا لكل المجتمع، ونحن طبعا النساء ودير أطفالنا في لذات أجبادنا سواء كان أولادنا وشنو ولا بناتنا، إذا حصل الحدث ونتمنى إنه لا يحصل إن شاء الله، لكن إذا حدث الحصل أنت ترفع طفلك بحالته الموجودة من دماء وسوائل وسخ بالملابس من غير ما تغيري وتسرع تماما، لأنه حتى الحيوانات المرية ممكن تموت لفترة معينة. أقرب مستشفى تعليمي بكون أفضل، لأنه هناك في أخصائي مختص. إذا ما في مستشفى تعليم ممكن أي طبيب مختص، يعني ممكن هنا عندنا في كادوب في مستشفى عسكري أو شرطة، هنا بيكون في طبيب مختص. طبعا هنا ما عندنا مشكلة في الأطباء، لكن يكون هو طبيب مختص بيقدر يشيل العينة، بيقدر يغوص يعرف ما هو الفعل تماما، تم داخلي بعمق كم وما الأثر المترك. فالرسالة إنه
انت لقيتي طفلك بالحالة دي ما تغسليه، ما يدخل اي شيء، ارفعي بملابسه بشكله تماما واصلي لشنو النقطة الصحية عشان تشخص الحالة بعد فتح الأورنيك. نسأل الله السلامة. شكرا لك كثير جدا أستاذة نادي إبراهيم كارلو المحامي في كادوغلي، وكان الحديث سري جدا ومفيد وفيه كثير من المعلومات عن ظاهرتي الاختصاص. يسعدنا جدا في اللحظات دي يكون معانا أشرف حامد محمد حامد اختصاصي ثاني علم النفس قسم النفسية والعصبية بمستشفى كادوغلي المرجعي. مرحب بك أشرف، ونحن الليلة بنطرق باب الصحة النفسية ودايرين نتكلم بالتأكيد أو بالتحديد عن المتحرشين والمغتصبين في تحليل شخصيتهم، هل هم بيعتبروا مرضى نفسيين؟ في البدء لابد أن نتطرق إلى تعريف الاغتصاب. يعني الاغتصاب هو شنو؟ الاغتصاب هو هو الاعتداء على الشخص من غير إرادته، وقد يتطرق الشخص المعتدي إلى استخدام القوة البدنية أو الجسمية لكي يستطيل على جسد المجني عليه، وهو أنواع في يعني بتمثل في الاغتصاب الجنسي، في الاغتصاب الجسدي، في الاغتصاب الجنسي والجسدي. والجسدي ده بيتمثل في إذا الشخص يعني مرات الواحد بيزو في جسده أو حتة زي دي. أما الجنسي فبيتمثل في الاعتداءات الجنسية. بالنسبة للتحليل شخصية المتحرشين والمغتصبين، كده التحرش ذاته هو ما برضه ممكن يبقى جريمة وممكن عنده أثر نفسي؟ هو مرات بيكون عن طريق الكلام مثلا، يعني مثلا ممكن أقعد مع بيت تحرش بها جنسيا لكن عن طريق الكلام، ما عن طريق الاسم أو الملامسة أو الملامسة أو حتة زي دي، هاي عن طريق الكلام أنا ممكن يعني أتحرش بها كويس، يعني مثلا أديها نظرة محرجة هيدنجر أو حتة زي دي، أو مثلا أقوم يعني أقول لها كلام نابي أو حتة زي دي أخليها تخجل أو كلام زي ده، ده برضو يعتبر نوع من التحرش. فالتحرش ما إلا عن طريق الجنس، لكن برضو يمكن عن طريق إيماءات الشخص أو عن طريق اللي شنو ده. طيب بالنسبة للنفسي الجانب النفسي للمتحرشين والمغتصبين، في البداية سألنا هل هم بالنسبة لكم بيعتبروا مرضى نفسيين؟ هم بيعتبروا مرضى نفسيين، وكذلك يعتبروا من جناح الأحداث، لأن الحكاية دي بتنشأ من عدم أساليب التنشئة الوالدية، لأن الواحد من صغير أساسا بتكون ما عنده تربية أو أخلاق أو مارق من بيت يعني غير محترم، عشان كده هو بيلجأ لأساليب زي دي، أو يكون من يعني الحكاية دي يعني المعاملة القاسية من قبل الوالدين بتخلي إنه الواحد شنو يمارس هذه العادات الرذيلة. طيب لو الآن في المجتمع في سلوك بتاع زول حاسين به متحرش، لو كان كبير ولا صغير ممكن يخضع لعلاج؟ ممكن يخضع لعلاج نفسي هاي، لكن الاغتصاب برضو بيقع تحت طائلة القانون، يعني في الإنسان في حالة ارتكب اغتصاب لأطفال أو ناس كبار السن أو في أي فئة عمرية، المفروض الواحد يخضع لقوانين رادعة ويكون عبرة لمن يعتبر في إنه ما. أهمية العلاج النفسي قبل ما الزول يوصل لمرحلة إنه يبقى مغتصب، ما هو مرات بتحس في سلوكه إنه ما طبيعي بيتحرش، فلو ما تعالج نفسيا حيوصل لمرحلة إنه مغتصب حتى بعد ذاك الناس يلجوا للقانون. فرسالتك شنو للمجتمع في حالة إنه حسوا في طفل أو في زول كبير عنده السلوك بتاع التحرش ده عشان يتعالج نفسيا؟ والله رسالتنا بإنه تكون في توعية عن المخاطر بتاع الاغتصاب، يعني دور المرشدين النفسيين انه يقوموا وعوا المجتمع بالحته دي، حتى المغتصبين يكون عندهم شنو؟ يكون عندهم جلسات نفسيه وتاهيليه عشان اهل الواحد، لان الحكايه هي تعديل سلوك change of behavior، يعني انت لما تعدل سلوكك للشيء الافضل بيكون احسن.
تمام، شكرا جزيلا. كان معانا في محطتنا دي عبر حلقتنا دي من كنداكا أشرف محمد، أشرف حامد، محمد حامد، اختصاصي ثاني علم النفس القسم النفسية والعصبية. ولحد هنا أحبابنا المستمعين والمستمعات لراديو وتلفزيون دبنجة بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا دي من برنامج الكنداكة، سلطنا فيها الضوء على الجانب الصحي النفسي والقانوني في قضيتي التحرش والاغتصاب. لحد ما نلقاكم في حلقة جديدة، أبقوا عافية.